مرحبا جميعا، جاسر مصطفى من عمر وفيديو جديد، وخلينا نبلش. مرحبا، انا جاسر مصطفى. للي بتابعني لاول مره، فاذا انت شايف انه المحتوى اللي عم تشوفه على الشانل مفيد، فاعمل سبسكرايب واعمل انيبل نوتيفيكيشن بل لحتى يوصلك كل فيديو ممكن انه يفيدك. اليوم حبيت اني انا ارجع لنفس العمل اللي عملتها قبل هيك، واني انا رجعت فتحت على مجموعة من الفيديوز الموجودة عندي على الشانل، وقلت بدي امسك شوية اسئلة من اسئلة المتابعين الموجودة على هاي الفيديوز واجاوبها، لانها بصراحة اسئلة مهمة. عشان الناس اللي ما عم تقرأ الكومنتس، او اللي ما رجع طلع عندها نوتيفيكيشن اني انا رديت على الكومنت تبعها، او الناس اللي اسئلتها صعب انها تتجاوب في كومنت، تقدر تلاقي الأجوبة في هذا الفيديو، ويمكن يطلع على أجزاء لأنه ممكن يكون وقت الفيديو طويل. فطلع على أجزاء راح تلاقوا الفيديوز اللي بعد هذا، هي عبارة عن الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس. لا متفائل جدا أن أظل قاعد أسوي كل هذا الوقت. إن شاء الله أنه بقدر أجاوب هاي الأسئلة. وخلينا نروح دايركت للموبايل تبعنا، ونروح على السؤال الأول. السؤال الأول أجى على فيديو كان اسم الفيديو أصلا: هل يستطيع حديث التخرج العمل في قطر؟ فإذا أنت حديث تخرج روح احضر هذا الفيديو. السؤال كان بيحكي، أو كان أصلا من أكاونت اسمه MDZIZ: الله يوفقك أستاذ، عندي سؤال، هل أحد يتكلم خمس لغات منها الإنجليزية؟ هل هذا مطلوب في دولة قطر وفي أي مجالات مثلا؟ وشكرا. المطلوب في دولة قطر أنك أنت تكون بتعرف لغة إنجليزية، أنك تقدر تتواصل مع الناس اللي ما بيحكوا عربي، توصل فكرتك ومعلومتك وتفهم اللي عم بيحكوا لك اياه. مش مطلوب تتقن عدد كبير من اللغات، ومش مطلوب تتقن اللغة بشكل كثير خيالي، تقدر تفهم وتتفاهم. اكيد اللي معه اكثر من لغة هذا الشيء بيدعمه، لكن في مجالات معينة تطلب اكثر من لغة، زي الترجمة يمكن، زي الاذاعة، زي الترجمة الفورية، يعني هاي التخصصات اللي بتتطلب لغات معينة. لكن بتخيل انه راح تتطلب شهادة في هاي اللغة، فاذا اتقانك للغة لحاله يمكن ما يكون كافي انك تشتغل بهاي المجالات. وان شاء الله انه الله يوفقك، بس بحب احكي لك انه اتقان الخمس لغات يمكن بيعطيك بريفليج اكثر، او بيعطيك خليني احكي chances اكثر انك انت تشتغل بها بتخصص معين اكثر من غيرك. فبالتوفيق وبرافو عليك انك انت صراحة عم تتقن خمس لغات. طيب نروح للسؤال اللي بعده من محمد أنيس: كيفية الحصول على رخصة القيادة في قطر، وكيفية الوصول إلى قطر، وكيفية إيجار السكن في قطر؟ كيفية الوصول إلى قطر: بدك تلاقي لك شغل يعطيك فيزا تيجي على دولة قطر، أو أنك أنت تيجي بفيزا سياحة على دولة قطر، أو تيجي بفيزا زيارة عائلية على دولة قطر، غير هيك ما لك حل ثالث أو رابع عفوا. كيفية استئجار سكن أنا حكيت في فيديوهات كثيرة، يمكن تلاقوها هون تلاقوها هون تلاقوها هون تلاقوها هون على حسب عدد الفيديوهات اللي حلاقيها على الشانل، تحكي عن المعيشة وعن استئجار السكن في دولة قطر، وعن المصاريف في دولة قطر، وعن الراتب المناسب في دولة قطر و كيفية الحصول على رخصة قيادة في دولة قطر: هذا بيعتمد على الجنسية وهل معك رخصة أو ما معك رخصة. أنا لما قدمت للرخصة كان زمان، يمكن 2014 أو 2015 والله ناسي، أنا كجنسية أردنية ومعاي رخصة قيادة أردنية، كان بوقتها عندي إمكانية أن أروح على مدرسة القيادة واروح اقدم اوراقي واقدم الرخصه واروح امتحن بشكل مباشر. يعني لازم اقدم الامتحان بس ما لازم اخذ دروس السواقه. فرحت وقدمت اوراقي وقدمت، هي من جزئين، في شيء اسمه ال وبي اللي هو انك انت تطلع على شكل ال بالسياره تسوق وترجع ريفرس بالسياره على شكل ال من غير ما تخبط بحواجز معينه هم بيكونوا حاطينها، والبي اللي هو الباركينج بيختبروك بنفس اليوم اذا بتعرف تعمل الباركينج انك تصف السياره وانك انت ترجع وتصف السياره. كلنا بنعرف هذا الموضوع، من غير ما تخبط بأربع أعمدة هم يكونوا حاطينها، ما حدا بيكون عم بيجي قاعد معك في السيارة، بس هي عبارة عن أجهزة، إذا بتخبط بتطلع صوت، إذا طلعت صوت فأنت رسبت، إذا ما طلعت الصوت فأنت نجحت. بعديها بيعطوك موعد للسواقة في الشارع، يختبروك في الشارع، بيطلع معك ضابط وبيطلعوا معك ثلاثة في السيارة غيرك، كلكم يتم اختباركم، بتبدلوا مع بعض حسب الضابط ما بيختار. بعدين ترجعوا على المدرسة، اللي بنجح الضابط بينجح. موعد الاختبارات بيطول، فبدك تكون عامل حسابك من شهر ونص لإلى ما شاء الله عاد لتخلص موضوع رخصة القيادة في دولة قطر. هذا الموضوع اللي أنا بحكيه حاليا تغير، صار حتى الأردني بده يروح ياخد كمان مدرسة أو نص مدرسة، مش كثير حافظ القانون،
ومبلغها منيح يعني مش رخيصة. فالقوانين عم تتغير دائما بشكل متسارع، فهذا الموضوع بيرجع لمتى انت عم تسأل هذا السؤال، هل انت اصلا موجود جوا دولة قطر وهل معك اقامة اصلا في دولة قطر؟ لأن لازم يكون معك اقامة. اذا ما معك اقامة وانت جاي على فيزا فبتقدر تطلع اشي اسمه رخصة قيادة مؤقتة، اذا طلعتها فلما تطلع الاقامة بتقدر تستبدلها استبدال. في جنسيات كنت بعرف عنها انه يتم استبدال الرخصة بشكل مباشر بدون امتحان، وجنسيات لازم تقدم امتحان بس مش لازم تاخذ مدرسة، وجنسيات لازم تاخذ مدرسة ولازم تقدم امتحان. هذا الموضوع متغير وحسب الجنسيات وحسب الاوقات، فما بقدر اجاوبه في وقت معين احكي لك اه بزبط او ما بزبط. السؤال اللي بعده اجاني من شخص من طرف صديقة عزيزة الله يخليها يا رب، بيحكي لي انا مهندس معماري حديث التخرج، انا دفعة لم حمدان اذا بتعرفها طبعا بعرفها بوجه لها الف تحية. المهم اللي بعرفه انك تشتغل في قطر وانا عراقي الجنسية وعايش في الاردن، وطبعا انت عارف وضع الاردن كيف تعبان من ناحية الهندسة وما بتمشي معك الا بواسطات. هسا بدي اسألك تنصحني اجي على دولة قطر او لا؟ طبعا هي رزقة ونصيب بالآخر، بس وضعية الشغل في قطر هندسيا منيح ولا لا، ولا بياخدوش غير قطرية؟ إذا عندك علم طبعا والله يسعدك. أول شيء شكرا كثير لك للسؤال، سؤال كثير حلو لطيف ومهم. وجودي في دولة قطر معناته أكيد بياخدوا ناس غير قطرية، هذا بارت من سؤالك. السؤال الثاني أو بارت من سؤالك اللي بيحكي إنه الأردن وضعها تعبان هندسيا، هي عدد المشاريع فيها قليل ومحدود ونوعية المشاريع محدودة، لكن في ان شاء الله شغل في الاردن للاشخاص اللي يتم اختيارهم اللي عن جد فعليا هدول اثبتوا حالهم. او البارت الثاني زي ما هو حكى اللي معهم واسطه، بس ان شاء الله انه ما تكون واسطه يعني بالانتشار الهائل اللي الكل بيحكي عنه. انا صراحه بحبش هذا الموضوع، بحبش احكي عنه. الشغله اللي بعدها، تنصحني اجي على دوله قطر ولا لا؟ وهل الوضع هندسيا في دوله قطر مفيد او لا؟ شوف عده الفيديوهات اللي انا حكيت فيها عن الشغل في دوله قطر راح تلاقي الجواب اكيد. راح ارجع اجاوبك اذا انت شخص قد حالك، شخصيتك قوية، في تخصصك قوي وشاطر ومتعلم سريع، تقدر تدبر أمورك، بحكي لك يس تعال على دولة قطر واشتغل، بس ما تبلش براتب زهيد جدا يعني، لا بلش براتب متوسط أو إشي ما يخلي بالشريحة اللي بتاخد رواتب قليلة لمدة كثير طويلة، لأنك راح تزهق وما راح تحب أنك تظل وراح تحكي أنا على الفاضي جيت هون. الشغلة الثانية، هل الوضع هندسيا في دولة قطر منيح؟ أكيد 100% الوضع هندسيا في دولة قطر منيح، نوعية المشاريع خرافية اللي ممكن تتعرض لها. طبعا هذا يعتمد على الشركة اللي انت راح تشتغل فيها، لأنه ممكن تشتغل في شركة مثلا تصنيفها سي مش مسموح لها تشتغل بعدد أو نوعية مشاريع معينة، أو ممكن تشتغل بشركة استشارية جريد A مثلا، فممكن انك انت تتعرض لمجموعة مشاريع مختلفة ونوعية سكيل المشاريع كبيرة ونوعية المشاريع نفسها سفاحة أو خرافية أو هتعلمك كثير أشياء. والشغل الثاني اللي بدي احكي لك اياه انه ممكن تشتغل برضه في الجهات الحكوميه، والجهات الحكوميه مثلا مثل الاشغال، فانت راح تتعرض لمشاريع اشغال، مشاريع اشغال جدا حلو انك تتعلم منها. مثلا مشاريع التخطيط العمراني حاليا هم اي ثينك عم ينقلوها على اشغال، بس برضه مشاريع التخطيط العمراني انا تعرضت لمجموعه مشاريع منها كانت خبره كثير حلوه الاشياء اللي انا تعاملت معها. وطبعا يعتمد كمان على شركتك وعلى مديرك، انا مدرائي كانوا في الشركه اللي قبل هاي بوجه لهم الف تحيه، يعني اعطوني مجال اني انا اسفح يعني اتشقلب واغلط واتعلم واتعرض لك كل اشي ممكن تعرض له، فتعلمت كثير الحمد لله وصلت اشياء كثير منيحة. غير كمان انه اصدقائي اللي كانوا في الشركة كانوا يدعموني، يعني الاركتكت اللي كان معي في الشركة يعني مش طبيعي قد ايه كان يدعمني، المهندس الالكتريكال برضو اللي كان موجود او الام اي بي الهيد اوف ام اي بي ديبارتمنت، هو صحيح كنا نتناقر كثير بس للحق يقال يعني يدعمني علمني كثير شغلات صراحة وتعلمت منه كثير شغلات. ف هذا بيعتمد كثير على الانفايرومنت اللي انت راح تكون فيها. فهذا هو الجواب اللي ممكن يكون على الأسئلة اللي انت حطيتها او على مجموعة الاجزاء من سؤالك، فان شاء الله اني انا اشوفك موجود في دولة قطر وسلم لي على لما حمد. الجزء اللي بعده واحد فبدي يعني بشكل عام كيف الشغل بقطر هندسيا، انا صاحبي دفعتي برضه مواليد قطر وفلسطيني وبيحكي لي انه فيش شغل وهيو بيشتغلش، بس اشك فيه انه دور وتعب على حاله لانه هو بيحب الشغل يجي لعند باب بيته، فعشان هيك قلت اسالك صراحه. واضح انكم كثير صحبه وكثير انك بتحبه وانتو يعني 100%. اللي بدي احكي لك اياه انه الشخص اللي ما يحب يتعب على حاله ما بدور وبحب الشغل يجي لعند باب بيته لا حيشتغل ولا حيدور على شغل ولا الشغل راح يجي لعند باب بيته. لو اجى شغل لعند باب بيته راح يكون فرصه العمل اللي جايته تافهه، ف
انت ما ترتبط او ما تاخذ الفكره او المعلومه من اشخاص هذه هي الخصائص اللي انت شايفهم فيها. شغل زي ما جاوبت قبل شوي موجود في مشاريع، وخاصه هلا في مشاريع كثير، فانت هلا بتقدر انك انت تبلش تدور على هذا الموضوع. اتعب على حالك ودور، ولا تستنى الشغل يجي لباب بيتك. لهون بدي اوقف في هذا الفيديو لانه وصل مدة اطول من اللي انا كنت اتخيلها عند هذول الكم سؤال اللي جاوبتهم. خلينا ننتقل للجزء الثاني في الفيديو الجاي. من هون لتشوف الفيديو الجاي، احضر هذا الفيديو منيح، احضر كل الفيديوهات اللي لها علاقة في هذا الموضوع. وشفت انه الاسئلة اللي انا عم بختارها مناسبة وانت محتاجها وشايف انه الفيديوهات مفيدة، اعمل لايك واعمل شير وروح اعمل سبسكرايب وانيبل النوتيفيكيشن بيل حتى يوصلك كل فيديو جديد. وفي طريقك مرنا على الويب سايت www.gsoby.com، واذا لقيت اشي بتحبه خذه. سلام.